كتسمعوا البروح وطنية على أتي لداء القريبة منكم إذاعة ميد راديو. كنا خصنا اللبي ونداء الوطن بالقليل ولا بالكثير، ونعاونوا بعضياتنا ويكون التضامن والتكافل والدعم المعنوي والدعم النفسي ماديا ومعنويا، الابتسامة بلي ميساج بآلو بالاحترام ديال بعضياتنا في السوق في العمل، الخروج للضرورة القصوى، وبدورنا الإذاعة القريبة منكم إذاعة ميد راديو يعني كتطرق لبزاف ديال المواضيع بالقرب ديالنا منكم. فهادشي علاش من بين المواضيع اللي غنطرحوا عليكم مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات داخل وخارج أرض الوطن، مواضيع طبعا كنا بحال كنا يعني متأثرين من هاد الجيحة وخايفين على الأقارب ديالنا وعلى الحباب ديالنا وعلى أصدقائنا وعائلاتنا والأسر ديالنا، ولكن هذا ما يعنيش أنه كاين الأمل، كاين البسمة، كاين الروح الوطنية، كاين الروح ديالنا المعنوية، بحكم أنه قضاء وقدر. هذا ما يعنيش أن الحياة ستوقف، غنبقاو غادي كندافعوا مع الجيحة حتى نبعدوها منا ونرجعوا لحياتنا الطبيعية. هادشي علاش من بين الحوايج اللي بغينا نعمروا بها معاكم وانتوما في بيوتكم انه تكون عندك مساحة كبيرة ولا مساحة صغيرة بوحدك ولا مع الزوجة ديالك ولا مع الوليدات ديالك، الى جانب انك تقرأ ولا تدير الخدمة ديالك عن بعد ولا توجد الماكلة ولا تهضر مع الحباب ديالك، فتقدر تخطف واحد نص ساعة ولا ساعة من الرياضة باش تنفس على راسك. وكنعرفوا الدور الكبير اللي كتلعبوا الرياضة أنه تقلل من الأمراض الستريس الاضطرابات وزيد وزيد. فهادشي علاش حلقتنا اليوم بعنوان كورونا تدور السبور في الديور. كانوا يا ما كان كورونا صبحت عنوان، كانوا يا ما كان كورونا صبحت عنوان. كورونا تدور بيناتنا تدور، ايوا شدوا وليداتكم ودخلوا لديوركم. لازم يبان بارك عليكم من خيطي بيطي زيطي، دخلوا لديوركم وديروا شي حاجة فيها النفع، راجعوا مع وليداتكم، قرأوا شي حاجة اللي تفيدكم. طبع الإنسان واليوم إلى المحنة كبرت والخوف سكن فينا الخوفان، وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان، فينا معدن لازم يبان. دخلوا لديوركم ولكن ما تبقاوش عاطينا غير التيتي نيني ماما غطيني، ملي تدخلوا ما تعطيوهاش غير للصريط والمريط وشي ما يشعر. كانوا يا مكان صغير لا دق الباب تحلف وجهه بيبان، كبير لا خانوا العمر الحومة تعطيه الأمان، الحومة تعطيه الأمان، الحومة تعطيه الأمان. حيت كورونا كيدور دخلوا لديوركم وتحركوا شوية وديروا السبور وحافظوا على صحتكم تدوز هاد الجيحة. يوكونوا تسمعوا الله يرحم الوالدين، رغم الطوارئ الصحية باقيين شي ناس الله يهديهم اللي تيخرجوا يجريو ويديروا السبور في الزنقة. واش عباد الله ما خايفينش على ريوسكم وعلى وليداتكم؟ السبور في الدار هو الحل باش نستغلوا شوية من وقت فراغنا وفقت يعني الوقت اللي عندنا وفارغ وفراغنا في شي حاجة مفيدة. كورونا كدور السبور في الديار. الإنسان واليوم إلى المحنة كبرت والخوف سكن فينا الخوفان، وما تديرش السباب المساحة. كاين اللي دابا يسمعني ويقول واش كيحساب لك عندنا فيلا؟ واش كيحساب لك عندنا جردة؟
غنجاوبك وغنجيك من الاخر. اغا ميتر مترو تقدر تنفس بها على راسك، حيت اتساع كيف ما قالوا جدودنا واللي قبل منا، اتساع في الخاطر. سديت هاد الباب سامية، سديت هاد الباب، واللي غيسد معايا هاد الباب كذلك ضيفنا، ومشكور بزاف على تلبيته الدعوة، ضيفنا اللي ماشي معايا في الاستوديو طبعا، حتى هو بحاله بحال أغلبية، وكيف ما عطينا الرقم ديال أنه أكثر من 83% من المغاربة اللي مطبقين حالة الطوارئ الصحية. بخصوص موضوعنا اليوم معنا سي رضا موهوب، مدرب رياضي. مساء النور رضا، ومشكور بزاف لتلبيتك الدعوة. السلام عليكم محمد، مرحبا خويا، شكرا بزاف. لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك. مزيان ملي قلتي الناس بحنا بعاد عليهم، خدامين ا ديستانس، باش ماشي يقولوا، حيت بزاف ناس سولوني واش غادي تمشي للبلاطو. لا، انت عبر الهاتف وحنا بدورنا، يعني حتى سامي عارف لي في الاخراج يعني راه في القيماطر التقني بوحدو، وفي التصوير ديال الحلقه هشام ابو زروال، فاكثر من 2 متر ونص بينه وبينه، يعني كاينه مسافه الامان. اذا في البدايه رضا، واش في الحي اللي انت فيه والشباب اللي والشابات والناس اللي كيترينيو معاك، واش كيتصلوا بك وكيسولوا في الطريقه ديال انه كيفاش يقدروا انهم ما يحبسوش السبور وهما في الديور؟ بيان سور، هذه حاجه طبيعيه صراحه. بزاف الناس دابا حتى اللي ما كانش كيترين عاد ولا باغي يترين، نقدروا نقولوا حاجه ايجابيه، هي حاجه مزيانه الواحد اللي يجي. هي صراحه الدافع الاول ديالها نقدروا نقولوا باسكو حنا في المغرب باقي ما عندناش ديك الثقافه ديال الرياضه. الناس اللي تيهضروا دابا على الرياضه راه سي بلوس بحال قلتي في رمضان. رمضان بزاف المغاربه تيبغيو يديروا الرياضه في رمضان، علاش؟ حيت عندهم الوقت. وخاصهم فاش يعمروا الوقت ديالهم. دابا مع هذا الحجر الصحي حتى دابا كاين الوقت رضا، فوالا داكشي علاش قلت لك دابا الناس بزاف ولاو باغيين يديروا الرياضه. نعم، كتشوف كلشي باغي يتريني، كلشي باغي يتحرك. غير اللي كيف ما قلتي رضا، الثقافه ديال الرياضه في بلادنا قليله وقليله بزاف. ما كنتكلمش على المحترفين، كنتكلم على اللي عارفين انه الرياضه قبل ما نحترفها هي على قبل الصحه ديالنا وعلى السلامه ديالنا. وكاينه مقوله اللي حفظ الصغير والكبير العقل السليم في الجسم السليم. غير رضا، في رمضان يعني كاين فين تريني؟ يعني كاين اللي كيمشي للغابه، كاين اللي كيمشي للبحر، وكاين اللي يعني مخلص وكيمشي القاعات الرياضيه. دابا لا، عنده الوقت ولكن ما عندوش فين يتريني. دابا صراحه اول حاجه خصنا نهضروا عليها بان الرياضه في هذا الوقت حاجه ثانويه، حاجه سكوندير. لانه ماشي من الضروري خاصك دير ديك الرياضيه غير كيف كنتي باغي في لاصال ولا على برا ولا تجري. بحال دابا الناس اللي كيجريو تيقول لك لا غادي نوض الصباح بكري غنمشي نجري. رضا شويه الصوت كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا مخرجش عندك. تسنى نشوف. نعم، باش نسمعوا كل المعطيات اللي كتقول، بحكم انه يعني دابا كتسمع دابا مزيان. قلتلك سيدي دابا الضروره اول حاجه خاصها تكون هي الرياضه، خاصه نحاولوا ما نخرجوش. الناس اللي تيسيرتو، الناس اللي كيبغيو يجريو تيقول لك لا نخرجوا على برا ولا نديروا المسافه ديال الامان، لا هادشي ما خصوش يكون. دابا حنا عندنا واحد الحظر الصحي، إذا خرجتي انت بكري غيجي واحد اخر حتى هو غادي يخرج، وهي غادي اللي غادي يشوفك غادي يخرج يبغي يدير بحالك. وحنا عايقين بعضياتنا، وحنا عايقين بعضياتنا، حيت غير تبدا واحد صافي كلشي تتبعو. نعم، دابا تيقول لك تيقولوا شحال هذه كانوا تيقولوا الحاجه ام الاختراع. دابا واللي كتحصل في الدار عندك كل واحد وشنو لي مويان ديالو. كيف قلتي ما كاينش عذر، الا قدرتي دير الرياضه في متر غادي تقدر ديرها. هي غتكون صعيبه شويه الناس اللي ماشي رياضيين، حيت ما عندوش بزاف ديال التمارين في راسو، ما عندوش بزاف ديال لي زوبسيون كيفاش يخدم. نعم، غادي يجي شويه صعيبه، ولكن الواحد يقلب دابا الانترنيت راه كيسهل كلشي. نعم، يعني رضا دابا يعني هادشي اللي وقع حتى واحد ما كان كيتسناه في العالم وحتى في بلادنا. يعني دابا كلنا كنعيشوا نفس الضغط، كنعيشوا نفس القلق
والخوف واني ومتبعين الارقام وفين وصلت كورونا وزيد وزيد اضافه الاشاعات. واش الرياضه تقدر تعاوننا باش على الاقل يعني نقللوا من الضغط والقلق اللي كنعيشوه دابا ماشي غير بشكل يومي في كل ثانيه؟ هي اصلا الرياضه في الاول كيديروها الناس زعما صراحه في هذا الوقت اللي الناس كيديروها بزاف باش ينقصوا عليهم ستريس والضغط ديال النهار ديالهم. نعم هي من احد اهم العوامل اللي كتخلي الواحد يكون مرتاح في حياته، لانه نعم. ديك الهرمون ديال السعاده تزيد يتزاد في الجسم ديالنا من ملاحظه ديال الرياضه. وحتى الناس دابا اللي سادين عليهم في الدار مشى للريزو رضا موهوب المدرب الرياضي، غنعاودو نجريو به الاتصال باش يقربنا اكثر يعني ونستافدو معاه انه في هاد الظرفيه هذه يعني ما كاينش كاين الوقت ولكن ما كاينش شي سبب انه الى لقينا فين نحيدو علينا الضغط ونحيدو علينا القلق ونعاونو راسنا نفسيا واخا غا ساعة في النهار نص ساعة وربع ساعة فهمتي، ومن بعد ناخذ الدوش ديالنا فهمتي باش نخرجوا من هاد الستريس ومن هاد القلق يعني ونعيشوا الحياة ديالنا الطبيعية حتى تدوز هاد الجائحة بسلم وسلام. نرجعوا مجددا لعند رضا موهوب المدرب الرياضي. مرحبا بك مجددا رضا. وي خويا مرحبا بك، تفضل كمل الفكره ديالك. الرياضه هي المتنفس الوحيد اللي عندنا دابا، حيت ما عندنا حتى شي متنفس اخر باش نخويو داك الستريس اللي عندنا وهاد القنطه اللي عندنا في الدار. خاصنا نحاولوا نديروا شي تمارين اللي يلائموا البلاصه اللي حنا فيها ويلائموا داك الشيء اللي عندنا في النيفو ديالنا اللي كنديروا به الرياضه ديالنا اليوميه. دابا السبور في الديور يعني الحجر الصحي رضا فرض علينا يعني كمحترف او كهاوي او اللي ما عمره ما مارس الرياضه انه يعمر وقته ويحافظ على لياقته البدنيه. والليله يعني كنشوفوا بعض صور بعض الفيديوهات اللي كتبارطاجها في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك او الانستغرام انه كان مارس الرياضه. واش فكره مزيانه رضا؟ واخا يعني واخا كتلقى زعما ما عندوش القواعد وحنا اللي غنتكلموا عليها انه خاصنا ندربوا ولكن بالعقل وبتعليمات. هي الانترنت ملي كتشوف ملي كتدخل الانترنت ديما كتلقى فيه حوايج زوينين وحوايج خايبين، كيبقى لك انت الاختيار اللي خاص تعرف تفرق بين الحاجه اللي مزيانه ليك ولا لا. نعم الناس اللي كاينين دابا اللي خاصهم يعرفوا هو الرياضيين عندهم خدمه ديالهم بوحدها، نعم، والناس العاديين عندهم خدمه بوحدها، والناس اللي يلاه غادي يبداو عندهم خدمه ديالهم بوحدها. كل واحد خاصو يشوف داكشي اللي محتاج ليه واللي غادي اللي غادي يصلح ليه. لان الرياضه في الاصل هي كوقايه، حنا اصلا كنديروا الرياضه باش نقويو الجسم ديالنا والمناعه ديالنا من جميع بحال هذا الفيروس اللي غادي يجي دابا. ملي غادي يلقى الجسم رياضي وقوي ويلقى مناعته قويه فوالا، غادي يلقى صعوبه باش يدخل على واحد اللي ساهل ما تيدير والو، كان عطيها غير الكلاص والنعاس الجسم ديالو مرخي ولا عاد تزيد سواء التدخين ولا بزاف ديال الحوايج اللي ساهل باش اي فيروس اي ميكروب جا غادي يعذبو. واحد اخر غادي يجي غادي يدخل غادي يلقى المناعه قويه غادي يمشي بحالو. نعم يعني هاد القضيه جديده يعني رضا في بلادنا يعني، وانا شخصيا يعني في بعض القنوات الدوليه انه كتلقاهم انه وصلوا لذاك النيفو ديال انك تريني عن بعد، يعني كتلقى انه لي كوتش يعني كدير واحد القناه وتقدر من دارك يعني تتبع الحصه الرياضيه ودير الحركات وكتلقى راسك يعني بحال كنتي في القاعه الرياضيه معهم وانت وسطهم. واش هاد القضيه اللي بان دابا واش من بعد الحجر الصحي واش تقدر تولي عاده في البيوت ديالنا انه نوليو نشوفوا انه متبعين في القنوات ديالنا او لي كوتش اللي كيديروا حصص رياضيه مباشره في الصفحات ديالهم؟ وهذه القضيه كانت حاجه قديمه غير دابا حيت مع هذا الحجر الصحي عاد ولات بانت. نعم. الاصل
بدات بالرياضيين المحترفين هما الاولين، لانهم الناس اللي خاصهم واخا يسافروا ولا تيسافر الكوتش ديالهم ولا تيكونوا لي ستاج ولا شي حاجه تيبقى تابعهم من بعيد، يعطيهم ديك بروغرام و تيترينيو ا ديستونس. غير هي ردوها للناس العاديين. دابا صراحه الا جينا نهضروا صراحه هو كاين شويه واحد الكوتي كوميرسيال، لانه هادشي ولا تجاره ولا بيع وشراء. نعم كيبقى المتلقي اللي غادي كيدوز فيه الاشهار ديال الماتيريال والاشهار ديال الموسيقى ديالو ولات صناعه كامله داخله في هادشي، لانه كاين شي حوايج اللي ما يمكنش يديرهم الناس العاديين في دوك لي فيديو. نعم الكوتشينغ ولا هاد الكوتشينغ ا ديستانس من المزايا ديالو هو كتقدر ديرو في اي وقت، انت كتختار الوقت اللي بغيتي، ما كتبقاش حيت حنا شوف كاينه واحد حنا نهضروا على المثال المغربي كمغاربه كيفاش كنعيشوا. نعم مغربي فاش غتهضر معاه على الرياضه ديما غادي يعطيك لي زيكسكيوز ديال الوقت، لاصال بعيده كنمشي لاصال ما تيدا في حتى واحد، هذه الهضره ديال المغاربه كنمشي بوحدي ومن بعد هذه الهضره ولي صال كاع ما بحال بحال. الا بغيتي تمشي شي حاجه مزيانه خاصك تجبد من جيبك ديال بصح. وي داكشي اللي كاين. نعم سوا تيقول لك هاد البلاصه عامره سوا هاد البلاصه تلقى بزاف ديال لي زيكسكيوز. نعم ملي جا هاد الكوتشينغ ا ديستانس هو زعما هو غادي يدخل عندك للدار، غير تبقى انت خاصك تفرق بان تشوف بان كل فيديو شفتي خاصك تشوف واش من مستوى، مستوى ديال لي ديبيتون ديال الناس اللي يلاه بداو ولا الناس اللي مولفين تيتريني ولا الناس لي سبورتيف. هذه اهم حاجه خاصنا نشوف. المشكل اللي كاين في الكوتشينغ ا ديستانس هو الكوتش ما عندوش واحد الكونتاكت ايمان مع الناس، ما يقدرش يكوريجي ليه، ما غاديش يقدر يبدل ليه ليكزرسيس الا ما كان ما صالحش ليه ولا ما عرفش يديرو. كاين بزاف ديال لي زوبسيون، داكشي اللي عندك في الفيديو دابا كتشوفو فهمتي هي هذيك ما فهمتيش ماشي هو هذاك. غير هو كتشوف كاين بزاف ديال الاغلاط، كاين بزاف ديال اللي حتى دابا اش غنقول لك، لانه حتى لي كوتش اللي كتشوف دابا تيديروا سي بلوس كوبي كولي، تيمشي تياخذ شي فيديو ديال شي واحد على برا تيعاود يحطو، وحتى بعض المرات تيحطو بالاغلاط ما تيحطوش تمقاد. الوغ السيد اللي غادي يدير هذا الشيء صعيب ليه شويه. نعم يعني الحجر الصحي فرض علينا بزاف ديال الحوايج وعطانا بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نستغلوها، ومن اهمها الوقت. يعني نبداو من هذه الفترة ديال الحجر الصحي سريضة، شنو تقول اللي عمرو ما ترينا وبدا دابا؟ هو مزيان هذه فرصة ليه باش يبدا، لأن أنا كنت ديما كنقول للناس شحال هذه تريني قبل ما يصيفطك الطبيب. حنا كاع الناس اللي تيجيو يديروا الرياضه عندنا راه كلهم صيفطهم للطبيب، قليل فاش غتلقى شي واحد اللي من راسو عنده ديك الثقافه ديال الرياضه. نعم دابا هما الناس غادي يفهموا من مورا هذا الحجر الصحي غادي يتبدل لهم بزاف ديال الحوايج، لانه بصراحه اكبر مشكل كان عندنا كناس هنا في المغرب هما الاولويات شنو كتصدق. نعم حنا الرياضه حاجه مخلينا هي الاخرى. نعم حنا كتلقى السيد كيكون تيتريني تيوقع ليه مشكل ولا شي حاجه تحيد الرياضه. الوغ ملي كتشوف ناس في العالم عندهم غارقين في المشاكل وعندهم بزاف ديال الخدمات، واخا كاك ساعه ديال الرياضه ديالو تينوض الصباح تيديرها، حيت كلشي على التنظيم، تنظم الوقت ديالو. كاينه ساعه الرياضه كيف ما بغات تكون، كتدخلها بحال الماكله بحال الصلاه بحال اي حاجه في النهار ديالك. اهم حاجه هي الصحه، والصحه خاصنا نحافظوا عليها ونتعاونوا مع صحتنا بالتغذيه وبالرياضه، وهذو بزوج كيقويوا مناعتنا. ولا جات يعني كيف ما قلنا وكيف ما قلتي رضا، جا شي فيروس ولا جا شي مرض، على الاقل يلقاك واجد، الا لقاك ضعيف غيحقر عليك. فوالا داكشي اللي كاين. نعم قلتي ثلاثه د الحوايج اللي مهمين باش تكون النتيجه، وتكون هاد وهاد الرياضه اللي كنديروا تعطي واحد النتيجه ديال داكشي اللي بغينا، وتكون واحد الوقايه ومناعه. اول حاجه هي الماكله الصحيه. نعم دابا كنظن ما بقاش عندنا داك السبه ديال كناكلوا على برا ولا ما عندناش الوقت، كلشي كياكل في الدار والماكله ديال الدار. دابا الا عندك شي مشكل فيك شي مشكل راه فيك شي مشكل، راه انت ما تبقاش ديما حيت حنا ديما كنقلبوا السبه في شي واحد اخر. لا الماكله على برا عرضوا عليا الناس ما قدرتش، راه دابا انت بوحدك. راه انت اللي كتصايب الماكله ديالك، راه انت خاص الاكل خاصو يكون متوازن. تعرف هاد الوقيته بعدا خاصنا نهضروا عليها، لان هاد الوقيته ماشي وقيته ديال الريجيم، ماشي وقيته ديال لي زوبجيكتيف. نعم ديال اللي تقول انا جالس في الدار صافي غندير ريجيم باش نضعف، لا الجسم ديالنا خاصو يكون واكل شبعان باش تكون المناعه قويه، ما يكونش خاص الجسم ديالنا يكون سخون، يعني خاصو يكون سخون خاص تكون ماكله، ولكن تكون ماكله صحيه. طبعا اول الحوايج اللي كنبعدوا عليهم هي الحلاوه والسكر، داكشي علاش الناس تيقول لك كناكلوا بزاف،
حيت ياكلوا شي حاجه حلوه وموراها تيجيهم الجوع خصهم ياكلوا عاوتاني شي حاجه حلوه وتيبقاو يدوروا في داك السيركل ديال السكر. نعم. هو راه داير بحال هضرك. وثاني حاجه خاصك تكون هي النعاس. النعاس مهم باش تكون مقوي المناعه ديال الجسم ديالنا في هذه الفتره هذه. يعني ناكل النقطه الاولى ناكلوا مزيان، ناكلوا ماشي ناكلوا مزيان، ناكلوا لا فاش كنقول مزيان يعني داك الشيء اللي غادي هذاك الشيء اللي غادي ناكلو خصو يكون مزيان، يعني الخضره الفواكه الخضره البروتين نعم الخبز لي بات الرز. غير المشكل اللي عندنا حنا هنا في المغرب هو لي كونتيتي. الناس ملي كتقول لي شي حاجه مزيانه ولا صحيه كيكثر منها، تيكثر منها ماشي تيكثر منها تيك. الناس كتقول لهم زيت العود مزيانه، هي راه معلقه زيت العود مزيانه تياخذوا كاس معلقه كاس زيت العود. دابا النقطه الثانيه، النقطه الثالثه رضا، النقطه الثالثه هي قلنا هي الرياضه. الرياضه خاصها تكون نعم. حاجه اللي خاصنا نديروها، خاصنا نبداو، هذه الفرصه باش نبداو. نعم. كل واحد يبدا على قد الاستطاعه ديالو. الناس المبتدئين يبداو على قدهم، حاولوا انا اللي لاحظت بزاف لي فيديو اللي شفت بزاف فيهم بزاف لي زيكزيرسيس ديال الكارديو ديال التنقاز فيهم شي حاجه تجري بزاف. نعم. يعني قبل ما نبداو في هذا المحور النيت عندي سؤال فيه رضا، نبداو دقه دقه، شنو خاص باش ندرب في الدار؟ شنو خاصو يكون عندي؟ خاص يكون عندك. لا دابا كنطرح عليك هذا السؤال هذا باش حتى واحد ما تبقى عنده شي سبه، باش يعمر الوقت ديالو مع راسو مع وليداته مع احبابه. خاص يكون عنده البلاصه اللي غادي يختار يدير فيها الرياضه، كل واحد على حسب المستطاع، ما غاديش نكلفوا على الناس شي حاجه اللي ما غيقدروش عليها. نعم. كاين اللي عنده متر غادي يتريني في متر، كاين اللي عنده 2 متر غادي يتريني فيها، كل واحد يبقى غير على حسب التمارين اللي غادي يشوف. وهو ديك الساعه الواحد يقلب على راسو. نعم. خاصو يشوف التمارين اللي غادي يلائموا المستوى ديالو البلاصه اللي عنده. نعم. رضا، الاعمال المنزليه كنعرفوا دابا انه عندنا الوقت، كتلقى رجال ونساء وليدات كل شيء، هل اللي طيب هل اللي جفاف هل اللي يمسح، واش الاعمال المنزليه دابا اللي كنديروا في البيوت ديالنا رياضه؟ لا لا دي ماشي رياضه، هذا حاجه عاديه خاصها تكون زعما بالحذر بالحذر، علاش الناس دابا ملي داروها جاتهم شي حاجه غريبه. نعم. الرياضه بوحدها وهذا الشيء بوحدها، هذا الشيء بحال اللي كتمشى ولا كتخرج لا حيت كاين اللي جفف مثلا كيقول لك حسيت انني خدمت الظهر مثلا، كاين اللي كيبدا يمسحوك تحسوا بالظهر ديالهم ولا حيت تيكونوا ضعاف. ملي كتكون ضعيف هذوك هما لي مسك اللي كتحس بهم حيت عندك فابل. نعم. كدير عليهم واحد ليفور داكشي علاش كتحس بهم. ولكن نعم. الرياضه ما عندها حتى شي بديل بهذا الشيء كامل اللي انا هادو غير قلت لك بارمي لي زيكسكوز اللي تيبقاو الواحد يبغي يلقى باش يبرد على راسو ويجلس. نعم نعم. يعني هذا الوقت ماشي ديال لي زيكسكوز. نعم. يعني التضاريب كتختلف من سن لسن ومن جنس لجنس، فالتدارب اللي يديروا الشباب ماشي هما اللي يديروا الكبار في السن، ماشي هما التدارب اللي يديروا النساء والاطفال. فهاد المبتدئين دابا اللي فرض عليهم الحجر الصحي انهم يزاولوا ويتدربوا في الدار، فكل فئه شنو تقول لها رضا؟ ونبداو بالشباب، شحال ديال المده، شنو الحوايج اللي يبدا بها ويتريني بها؟ الشباب غادي يبغيو يشوفوا بزاف، تيشوفوا دي فيديو ديال واحد لي زيكزيرسيس اللي تيكونوا سيرتو هاد الستيل امريكان، تيكونوا قصار تيكونوا بحال دابا كتلقى في ليكزيرسيس ولا لو سيركوي في 20 مينوت. ملي كنشوفوا دي سيركوي بحال هكذا 20 مينوت يعني انت خاصك تكون صحيح مزيان، حيت بحال ما كتقصر المده ديال الرياضه بحال ما خاصك تكون تقوي ويكون القلب ديالك قوي. نعم. ماشي هما داروا، حنا كنشوفوا هذا الشيء كنقولوا هذه مزيانه غندير 20 دقيقه صافي ساليت الله يعاون ونمشي ندير شي حاجه اخرى. نعم. وهي ما دارتش هكذا، دارت هادو الناس اللي صحاح اللي القلب ديالهم والقوه الجسمانيه ديالهم قادره دير هذا الشيء. نعم. داروا بزاف ديال التمارين باش وصلوا لهذا الشيء. نعم. الناس اللي يلاه غادي يبداو دابا خاصهم يكونوا اول حاجه خاصنا نشوفوا هي الصحه ديالهم، خاصني نشوف واش عنده شي مشكل في الظهر، خاصني نشوف واش عنده شي مشكل في الركابي ديالو. هذا هو المشكل اللي تيكون عند الناس. انا لاحظت ملي كنشوف في وسائل التواصل الاجتماعي كاين بزاف الناس تيديروا الحبل ولا لاكوردا صوتي. نعم. كتجيهم ساهله تياخذها. ملي تيكون الوزن ديالك ثقيل بزاف وملي تيكون ما عمرك درتي الرياضه يعني لي زارتيكولاسيون ديالك راه تيكونوا ضعاف. نعم. بحال قلتي غادي تهزي، لا كانت عندك بحال في الجري، في الجري الا كانت فيك 70 كيلو فاش كتجري راه كتولي فيك 140 كيلو.
حيت البوا ديال كامل تيتحط على رجل وحده. نعم. الو صعيبه الا جيتي وغادي تجي من النهار الاول وتاخذ لاكوردا صوتي حيت جاتك ساهله ولقيتيها هي اقرب حاجه لك، راه تقدر تخدم الكارديو، تقدر تخدم القلب ديالك وغادي تعرق وغادي تحس براسك مزيان، ولكن الركبي ديالك غادي ياكلوا العصا من هنا للقدام. نعم. حيت قاعد الامراض اللي كاينين دابا حاليا في هذا العصر خصوصا ديال الظهر تيجيو ما تيجيوش من لي بليسور ديريكت ولا من الصدمات، تيجيو من الدوام. كل مره كدير واحد شويه واحد الحاجه اليوم غدا اليوم غدا، من تما فين كيبدا سياتيك ولا يبدا ليرني ديسكال ولا سيرفيكال. نعم. خاصنا نراعيو الصحه ديالنا هي الاولى باش تكون، حيت هاد الرياضه عندنا الاصل هي وقايه ماشي هي اللي غادي تسبب لينا هاد الامراض من بعد. نعم. ادب بخصوص الشباب يعني بخصوص النساء، النساء عندهم تمارين ديالهم خاصه بهم اللي خصهم، الاغلبيه ديال النساء تيبغيو يخدموا الكرش. وهاد النماذج اللي كنتكلموا عليها كلها يعني اللي فرض عليه الحجر الصحي وفكر حيت عنده الوقت انه يزاول ويمارس الرياضه رضا، يعني دائما نحطوا في بالنا انه لاول مره ويلا غيبدا في هاد الفتره ديال الحجر الصحي. من اهم التمارين اللي مزيانين يدير الواحد اللي ما فيهمش لو ريسك هو الكيناج، توسكي كيناج كنحاولوا كنخدموا بالجسم ديالنا. الكيناج دابا نحاولوا نحطوا صور عليه باش يفهموا الناس شنو هو. نعم. اللي كنديروه بلا ماتيريال بلا والو ما تيكونش فيه لي ريسك، وتقدر ديرو حتى بدون اشوفمون ماشي مشكل، ماشي ضروري كل واحد خاصو يكون سخون ولا مشاجر ولا شي حاجه. نعم. غير الواحد في الرياضه اهم حاجه خاصو يتعلم يتصنت الجسم ديالو. نعم. كاين واحد الحد ما كنفوتش واحد الليميت، عندي واحد الحد حسيت براسي وصلت لواحد القياس كنصبر واحد شويه ومن بعد صافي كنرتاح ونعاود ندير حاجه اخرى. والمراه الحامل حتى هي تقدر تعمر وقتها بالسبور رضا؟ المرأة الحامل صعيب شويه، الا كانت رياضيه وكتعرف شنو دير تقدر، هي ديجا الا كان في 3 شهور الاولى ديال الحمل ديالها زعما سيريت كيفاش دير سبور. نعم. ما خاصهاش دير سبور في الاول لانه خاص، ومن بعد منع عليها نهائيا دير شي حاجه اللي كتخدم الكرش لي زابدو ولا تخدم شي حاجه اللي كتسيها تنقاز كارديو جري وداكشي ديال، ما خاصهاش دير شي حاجه بحال هكذا يعني غير ترتاح مع راساتها. اذا كانت كتعرف تريني ودير الكيناج اللي هضرنا عليه نعم. وما عندهاش مشكل وكانت هي الا باز ديجا سبورتيف، لانه واحد دابا النساء الحوامل بداو تيشوفوا بزاف ديال لي فيديو ديال دابا هادشي اللي كاين في انترنت، راه كتشوف الناس لي كوتش راه بزاف تيديروا البوز لي تشالنج، وما خاصوش يكون عندنا التقليد الاعمى، ماشي اي حاجه شفناها نبغيو نطبقوها. حياتو كنا في حياتهم كاملين في السبور وعايشين بالسبور ودايرين هذا الشيء، ما غاديش نجيو غادي نشوف واحد الفيديو ديال واحد السيده كتريني وكتجري وكتنقز. طبعا طبعا كنت شفت رضا واحد الفيديو ديال ان واحد السيده كتريني الحديد يعني وفي شهرها التاسع وباقا كتهز الحديد، وانت يا لالا اش لحقك زعما انت في شهرك التاسع حتى البطن ما خاصكش الا لك كنت باديه تدريجيا يعني يا رضا. الا كانت رياضيه واخا تقدر دير، ولكن ما خاصش يكون لي ريسك، الواحد ما خاصوش يريسكي في هذا الشيء، لانه هذوك الناس قدر تريسكي لانه باغا دير البوز باغا لاباج ديالها باغا. الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه. كنعرفوا كذلك انه الحجر الصحي وحاله الطوارئ في بلادنا يعني بزاف ديال المؤسسات سدوا، ومن بينهم يعني المؤسسات التعليميه، اذا الوليدات والاطفال راهم في الديور. يعني حنا كاولياء الامور كيف ما قلتي انه الشاب ماشي هو السيد اللي كبير في السن، يعني حتى هما غير نبغيو نعمروا الوقت ديالنا معهم بشويه ديال السبور. كاين اللي كتريني مع وليداته في الصالون الا كانت عنده ليسباس، كاين اللي كيكون متفق مع الجيران مثلا انه هاد الساعه هو اللي غيطلع السطح مع وليداته وساعه اخرى ولي امر مع وليداته، يعني داكشي بالتناوب. كيفاش نقدروا نترينيو مع وليداتنا رضا؟ يعني بين الحوايج الزوينين ديال هذا الحجر هو بانه الناس بحال هذه كانت تقول لك ما كانش عندنا الوقت لاولادنا، ما كانوش كيتلاقاو معاهم مريضة كيتعشاو معاهم هو مدقدق خاصو ينعس باش يفيق غدا، الا تلاقاو كيتلاقاو السبت في العشيه. مي دابا صراحه كاينه الظاهره ولينا كنشوفوا الناس تيترينيو مع ولادهم. نعم. واخا يبقى غير يخربق حداك غير يلعب، مهم غير يتحرك، مهم غير داك الجو اللي تيكون تيهرس في الروتين ديال. نعم. ديال هذا الحجر اللي كاين، مي حاجه صحيه
مزيان يترينيو بعضياتهم، ماشي ضروري يدير داكشي اللي دار الاب يديرو الدري الصغير، يقدر يدير غير النص ديالو 50% ولا حتى كاع الربع، ماشي مشكل. المهم غير يعلمو الحركه، يعلمو تاوي يدخلي، لانه حيت زعما بالعشره ديالي مع الناس بزاف الناس تيقولوا لي راه حنا في الرياضه في والدينا راه ما كانش عندنا هادشي ديال الرياضه. نعم، ثقافه الرياضه طبعا، وشحال من مره يعني بزوايا مختلفه طرقنا في برنامج بروح رياضيه، ومن بين المواضيع اللي كتتعلق بالتغذيه والرياضه الاعمال المنزليه، لدرجه انه غا باش نشجعوا على ممارسه الرياضه والدور الكبير ديال المهم في الحياه ديالنا رضا، لدرجه انه بعض الاطباء يعني في بعض الدول الاوروبيه انه فاش كتمشي دوز عنده قبل ما يكتب لك لوردونونس ديال الادويه اللي غتاخذ، اول حاجه كيكتبها قبل ما كيشوفك كيقول لك ممارسه الرياضه. طبعا لان كيف قلت لك الرياضه في الاول هي وقايه من جميع الامراض، وحتى الناس اللي عندهم دابا مشاكل بزاف اللي كتلقى الناس عندهم ضغوط نفسيه، نعم هذه الرياضه هي بوحدها اللي كتخليه كتفوج عليه وحسن من الدواء وحسن من اللهم الواحد. هادشي بحال استثمار، كتانفيستي في راسك دابا. نعم عرفتي علاش كنتي كتشوف شحال هذه؟ بان الناس اللي كانوا تيمرضوا كانوا تيمرضوا في واحد سن كبيره، كنتي كتشوف الناس اللي عندهم السكر حتى تيفوت 50 عام، كنتي كتشوف الناس اللي عندهم الظهر وليرني ولا سياتيك ولا هذا تيكبروا. دابا ولينا كنشوفوا ناس صغار. نعم اللي علاش؟ حيت ثقافه الرياضه ما كايناش من المدرسه، لانه تيحاولوا بزاف يبعدوا ولادهم على المدرسه، ومن بعد هادشي تاثر سلب عليهم، لان الدري صافي ملي تيكبر صافي تيبدا في الخدمه، وداك الشيء صعيب باش ملي تيجي عندك واحد عنده 40 ولا 50 عام عنده باغي يدير الرياضه، ماشي بحال واحد اللي تيكون باقي صغير. غير دابا كنشوف الفرق بين الناس اللي تيبداو صغار الرياضه واخا تيحبسوا ما فاش تيبغيو يعاودوا يرجعوا تيكون ساهل باش يرجع، على واحد اللي ما عمرو دار الرياضه. نعم رضا، دابا غنمشيو للمحور ديال الشروط اللي خاصنا باش نديروا السبور في الديور ونستافدوا منها. يعني بلا ما نعاود نقول مره اخرى انه ما كاينش شي سبب، بلا ما تقول لي حكا الزرده انا كاع ما ساكن في فيلا، كيف ما قلتي راه تقدر غا مترو على مترو ودير السبور في الدار. فانا نعطي بعض الشروط وانت غدير التعليق ديالك رضا موهوب، نذكر انك مدرب رياضي. فأولا تخصيص مكان معين في المنزل لممارسة التمارين الرياضية، وضع الأدوات التي يمكن استخدامها كالأحبال، الكرة المطاطية والأوزان، تقدر قرعة ديال الإيترو نص، قرعة ديال الإيترو، قرعة ديال نص إيترو، شي إزار، شي زربية، شي أي حاجة تقدر تفرشها. ويمكن استخدام البدائل المنزليه باش تقليل التكلفه، وما تقولش حقا خصهم يكون عندي الادوات الرياضيه باش نلعب الرياضه، لا تقدر تستعمل الادوات المنزليه رضا. تقدر تستعمل الادوات وتقدر تستعمل ما يكونش عندك حتى شي ادوات من هذا الشيء كامل الا كنتي كتفهم في الرياضه وكتعرف. غير هو دابا المشكل الناس اللي تيكونوا ماشي رياضيين ديما تيخلي هذا الشيء بالماتيريال، كيليه بماتيريال، تيقول الو خاصني الماتيريال، الا ما كانتش عندي هذه راه ما غنديرش. نعم. ولا كتكون حتى سبه. نعم. مي الا كنتي تقدر تختار غير بعض ديال التمارين، نقول واحد التمرين اللي غادي يخدم الجزء السفلي من الجسم، وواحد الجزء العلوي، وواحد اللي تيخدم الكارديو. نعم. واحد اللي غادي نديروه ديال الكيناج ولا ديال شي حاجه. نعم. كنبقى نعاود فيهم، ماشي مشكل زعما، ماشي شي حاجه اللي غادي نصعبوها وخاصنا واحد الماتيريال اللي الله يعطيك الصحه. اللي غير واحد يشوف هادشي راه تدخل من العجز ومن لي زيكسكوز اللي تيبقاو يديروا الناس باش يلقاو السبه، باش لا ما عنديش الماتيريال، لا كشت هذا عنده صال كبيره وعنده ليسباس داكشي علاش. نعم. مي اللي باغي يدير شي حاجه راه غادي يديرها. نعم. كذلك من بين الشروط رضا تنظيف وتطهير اي معدات كيتم استخدامها قبل وبعد ممارسه التمارين الرياضيه، سواء بالادوات الرياضيه او الادوات المنزليه، لتجنب انتقال اي عدوى. ضروري دابا حاجه طبيعيه اللي خاصها ولات داخله في لومود دو في ديالنا. نعم. هو التعقيم ديال اي حاجه كنستعملوا، ونغسل يدينا من بعد كل، ولا قدرنا كاع الا ما كناش غادي نديروا شي تمارين اللي فيهم الجري والتنقاز، ماشي ضروري نكونوا لابسين سبرديله، الا كنا غير غادي نخدموا ستاتيك واقفين في بلاصه واحده، ولا كنخدموا بالطابي في الارض، ما محتاجينش تكون سبرديله، لانه احسن سبرديله والصباط يبقى على برا. نعم. تجنب تشارك في الأدوات الشخصية الخاصة
مع الافراد ديال الاسره ديالك اللي كيستخدموا اثناء ممارسه الرياضه، سواء الفوطات او الاغراض الرياضيه الاخرى، كله حوايجه، كله الفوطه ديالو، كله ادواته المنزليه او الادوات الرياضيه. ودابا كاينه واحد الحاجه اللي كلشي اكتشفها مع هذا الحجر الصحي، هي زوينه وخايبه. كانت واحد الوقت خايبه، من دابا ولات زوينه. هي الانانيه، خاصك تكون اناني في هادشي ديالك. دابا خاصك الحوايج ديالك يبقاو ديالك، ما تستعملو مع حتى شي واحد، ما تعطيهم حتى شي واحد، لانك من المصلحه ديال داك السيد اللي غادي طبعا من مصلحه، من مصلحتك ومصلحه غيرك والمصلحه العامه ديال السيد اللي معك. نعم، ما بقاش شي واحد غادي يتقلق عليك، ولا ما بقاش دابا شي واحد اللي غادي يتقلق علاش ما سلمتيش عليا ولا هادي. حنا كنا كنشوفوا شحال هادي الناس في لي سال دو سبور راه قرعه الماء كلشي تيشرب منها. نعم، دابا هاد الشيء ما خصوش يبقى. هادي هي الفرصه، هادشي راه كان من شحال هادي، ظاهره غير صحيه، لكن بزاف ديال الامراض تيدوزوا من هادشي كنا كنشوفوا في لي سال. يعني بعيدا على كورونا وبعيدا على الفيروس، هادشي خصو يكون شي غير الا كان شي واحد مريض، اقل حاجه يقدر يدوزو لك من ديك الكاس ولا من الفوطه ولا من البلاصه اللي كان فيها، ولا غير من داك السلام ملي كتشوف الناس تيكونوا عرقانين وتيجي يسلم عليه من الوجه. بصح اخويا صحي بلا كورونا وبلا اقل حاجه يقدر الله يحفظ يدير لك شي فيروس ديال الكبد ولا شي حاجه اللي كان عنده، حتى واحد ما عرفش شنو فيه. هادشي زعما راه ماشي دابا غير جات هاد كورونا، باش هادي هي الوقيته اللي غادي طبعا ندير واحد لا ميزاجور ديال بصح. الله يعطيك الصحه. بحال هادي كان، بحال هادي كان اختياري دابا ولا مفروض عليك طبعا. وخاصنا يعني في ظل هاد الازمه وفي ظل هاد الجائحه وفي ظل هاد المحنه اللي عايشينها، فراه نهار بعد نهار رضا غتكون متفق معايا وبزاف ديال المستمعين انه كناخذوا دروس وكنعاودوا نرتبوا في حياتنا. وانا كيف قلت لك في الاول، هذه فرصه باش دوك الاولويات غادي يتعاود الواحد ملي غادي يجلس مع راسه. نعم، غادي يشوف شنو هما الحوايج المهمين في حياته ديال بصح. انا حيت زعما بالحكم المعامله ديالي مع الناس وداك الشيء، كلهم تيقولوا لك سبب الخدمه الخدمه الخدمه. نعم، وديما كنت كنقول لهم ها انت خدمتي وها انت عندك الفلوس وها انت عندك كل شيء، الا ما عندك صحتك شنو غدير بها؟ نعم، حيت الصحه في الاخر ملي رجعنا على كل شيء، بان الصحه هي كل شيء. طبعا هي ديك اللي ما عندك صحتك واخا يكون عندك كل شيء. وشتي دابا هذا المرض اللي جا ما تفرق بين حتى واحد، بين اللي عنده الفلوس واللي ما عندوش فلوس، حتى اللي عنده الامكانيات غيقول نمشي نداوى على برا راه ما عنده فين يمشي دابا. طبعا كل شيء بحال طبعا. الو هنا غادي يبقاو الناس اللي كانوا فاهمين الوضع من الاول وكانوا موجدين مترينين وموجدين راسهم وكنتمنى يكون درس اللي غادي كلشي غيستافد منه ان شاء الله من هنا لقدام، اللي غادي يكون واحد العالم زوين من بعد كورونا. الرياضة بوحدها غير كافية للحفاظ على اللياقة البدنية، هادشي علاش خاصنا كذلك نحرصوا على نظام غذائي متوازن لتحقيق الهدف من ممارسة التمارين الرياضية، سواء فقدان الوزن أو بناء الكتلة العضلية، هذا بخصوص المحترفين. فنقطة أخرى من بين الشروط، احنا سالينا التمارين ديالنا الرياضية، خاصنا ندوشوا السريدة، يعني الاستحمام بالماء الدافئ والصابون بعد ممارسة التمارين الرياضية. واحد هذه بأن الواحد دابا خاصو يدخل في المجال ديال التعقيم اللي غادي نعقمو. كيف غادي نعقمو الأدوات؟ خاصنا نعقمو في راسنا بالدول. نعم، ودوش الماء الدافئ، الماء الدافئ ما يكون سخون، من الأحسن يكون سخون دابا. نعم، الوقت من الأحسن يكون سخون، ويحاولوا يحضروا غير مع البرد اللي إذا كان الكورون ولا شي حاجة، باش حيت دابا بزاف الناس اللي عندهم مشكل في موسوسين. كل شيء راه قال لك 70% من السكان ديال الكره الارضيه تيحسوا باعراض ديال السخانه، ديال تيضرهم الحلقه ديالهم، لان في دماغهم الولد دابا الا جاك الرواح عادي يقدر كتولي موسوس مشوش. وحنا اهم حاجه باش اللي كتزيد تقوي المناعه هو النفسيه ديالك. كتكون النفسيه ديالك قويه وعارف راسك واقف تايق في راسك. نعم، كتخلي الجسم ديالك يقوي في المناعه، ولكن ملي كتكون النفسيه ديالك ضعيفه واللي جات غادي تحركك وفيك خايف، ملي كتكون خايف كتكون سهله للفيروس باش يدخل فيه. داك الشيء علاش كنلقاو انه كاين اللي مبلبل اليوغا رضا. يوغا حتى هي رياضه بحال كاع رياضه، حتى هي من داك الشيء اللي قلت لك، داك هرمون ديال السعاده اللي تيخرج من بعد ممارسه الرياضه. نعم، تخليك كتكون مرتاح ومسترخي. ولا كاين ناس تيديروا واحد ميديتاسيون كتسمى الرياضه ديال التامل، تيبقى يجلس. نعم، غير هي كتكون شويه مونتال ماشي فيزيك. نعم، لان لي ميسكل خاصهم يتحركوا. نعم، كشرط اخير من بين الشروط اللي تكلمنا عليها،
شرب كميات كثيرة من المياه باش نحسنوا تدفق الدم في الجسم ديالنا. وبزاف ديال الأطباء تكلموا وصوا بالماء، وطبعا كنعرفوا أنه الجسم ديالنا راه أكثر من 70% المكونات ديالو من الماء. رضا، الماء ثم الماء ثم الماء. في الايام العاديه الواحد انت كنتي دير رياضه خاصو يشرب الماء كل 10 حتى 15 دقيقه. هادو من المفاهيم الخاطئه اللي كانوا عندنا في المغرب شحال هادي ما كانوش تي، لانه الرياضه عندنا في المغرب كانت ديما مبنيه على حاجه وحده، تيقول لك يلا نعرقوا، هو خاصو يعرق خاصو يتخف. نعم، الوغ الرياضه ماشي ضروري خاصك تخف وماشي ضروري خاصك تعرق. هاد المرات راه تقدر دير شي حوايج بساط اللي غادي يكون عندهم واحد الفائده عليك على بزاف ديال الحوايج اللي كتعرق فيهم وكتخف فيهم، ومن بعد ما غادي ينفعوك بواحد يقدروا يعني جات بالكيف ماشي بالكم. فوالا، ما جاتش بالكم. نعم نعم، فعلى ما اظن رضا الله يعطيك الصحه، شكرا بزاف على هاد المعطيات والتوضيحات والمعلومات اللي عطيتينا، وعجبني بزاف انه ميساج كان واضح وبين بلا ما بقاو نديروا السبه. وهاد الحجر الصحي ناخذوا منه الدروس يعني اللي غتبدل طبعا الطريقه ديالنا في التعامل ديالنا مع بعضياتنا، وبما اننا كنتكلموا على ما هو رياضي حتى علاقتنا بالرياضه مستقبلا. رضا، ككلمه اخيره. وكيف قلنا نشوفوا الجانب الايجابي في الحاجه دابا هو بان غادي نبدلوا نجلسوا مع راسنا ونشوفوا دوك الاولويات اللي كنا دايرين في الحياه ديالنا ونعاودوا الترتيب ديالهم. نعم، خاصنا حيت الساعه ديال الرياضه من بعد غادي تكون شي حاجه ضروريه اللي خاصها تكون. نعم، خاصنا هذا الوقت نكونوا نفسانيا قويين حيت التيشيك هو اللي تيلعب على الجسم كامل. نعم، ونحاولوا نقدوا الماكله ديالنا اللي حاجه ضروريه خاصها تكون. دابا خاصنا نحاولوا نبتعدوا شويه على كاين واحد الاشاعات بزاف تيخرجوا ديال لي زوديو داكشي اللي تيكون في الانترنت ديال خلط هذه مع هذه كتزيدك المناعه. كاين شي حوايج مزيانين يقدروا يجيو معك انت، لكن واحد اخر ما غاديش يجيو معاه، راه يقدروا ياثروا عليه. الناس اللي عندهم طونسيون ولا عندهم سكر ولا عندهم شي حاجه، داكشي ما كايناش واحد الحاجه اللي كتمشي على كاع الناس كاملين. نعم، نحاولوا كل واحد يشوف الحاجه اللي مزيانه ليه هو، كيف الرياضه كيف الماكله بحال. نعم، ما كايناش واحد الحاجه اللي غادي يدير كل شيء، تقدر انت تجي معاك غادي تعاونك، واحد اخر تقدر ما غاديش تعاونو، وكاين اللي غادي تقدر تكمل عليه. ومن هادشي كامل رضا نبقاو في ديورنا. المهم ما نخرجش، انا دابا اكثر من 15 يوم ما خرجتش من الدار. الله يعطيك الصحه. ميساج ديالك لكل المغاربه وخاصه الشباب ديالنا. الشباب ديالنا خاصو دابا خصنا نكبروا راسنا، هذه باش كلشي يجلس في الدار باش يحاول يصبر، ما عندنا ما نديروا. اللهم انا الناس اللي تيقولوا لك المشكل تيقول لك قنطنا وداك الشيء، اللهم تكون جالس في الدار قنطان ولا تخرج تمرض وتجي تمرض اللي قريب لك حيت النهار غادي واحد مرض. نعم يعني اللهم وجالس في صحيح الدار. اللهم نزير راسي ونبقى في الدار ولا نلقى راسي في السبيطار. فوالا، ولا حيت واحد الاحساس بالذنب غادي تحس به ديك الساعه الا مشيتي ومرتي شي واحد بعائلتك ولا شي حاجه، راه ما غاديش. باسكو دابا حنا غير كنتفرجوا حيت ما وصلنا والو. نعم، نهار غادي تجي فيك الضربه راه غادي تندم على حياتك كامله. نعم، حيت كتولي انت اللي مسؤول على داك السيد حيت انت اللي درتي كل شيء بيديك. اللهم تجلس في الدار. فالله يحفظ بلادنا والله يحفظ العالم والله يقوي مناعتنا. شكرا لك بزاف رضا موهوب، نذكر انك مدرب رياضي، فرصه مقبله باذن الله.